السلام عليكم، معكم اليوم ام البنات. كما شفتوا في الفيديو اليوم جبت لكم كيفاش نديروا بيتزا. فوالا جوزوا طريقه التحضير بيتزا. هنا عندي كاس تاع حليب، الحليب تاعي يكون دافي، الكاس يفوت 220 مليليتر. فوالا عندي مغرف كبيره تاع السكر، وعندي مغرف كبيره تاع خميره الخبز، عندي حبة تاع بيض، عفوا نخلطو كامل المقادير مع بعض. راه نخلطو كامل المقادير، نروح نديرو ربع كاس تاع زبدة. هنا من الأحسن نديرو زبدة، خمس زيت الزبدة تجينا خفيفة لاباط تاعنا. هنا نروحو نديرو الفرينة تاعنا، الفرينة عندكم هي ميزانكم، نخلو لاباط حتى تلصق لنا شوية في اليد. أنا نصفوها كامل، أنا نحب نصفي الفرينة ونزيدو لها الملح ومنطو. أنا هنا ندير نص مغرف تاع ملح، وكل واحد والملح تاعو. أنا نخلطو كامل هاد المقادير، نزيدو الفرينة، نسيب نحو كامل كل الجوانب. هذيك العجينة تاعي بعد ما طليتها كما كنت تشوفوا خليتها طرية. فوالا هنا نروح نغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها. فوالا نغطوها مليح ونخلوها. لا نروح نديرو لاصوص طوماط تاعنا. انايا عندي ربع حبات تاع طوماطيش كبار كما كنت تشوفوا مرحيين، لا راح نزيد نميكسيهم بس كون هنا حيتهم غير بالاشواغ. فوالا هنا نزيد لهم زوج سنات تاعتهم، نرحوهم كامل كيف كيف. انا الطوماطيش تاعي رحيتها كما كنت تشوفوا، هنا راح نديرها في المقله تاعنا باش تجينا ليس وما نحسوش لهذاك الثوم. هنا راح نديرو لي زيبيس تاعنا، نزيد ليها شويه بابريكا، هنا شويه تاع فلفل كحل، نزيدو الملح كما قلت لكم الملح عندكم هي ميزانكم، ندير لها شويه تاع زيت حوالي زوج مغارف. فوالا ما نكثرش الزيت. وهنا نروح ندير شويه تاع زعتره وندير لها زوج وريقات تاع رند، ونروح نديرهم طيبهم. انا هذو الزعتره والرند كانوا في الكونجال، كي نشريهم دائما يا في الكونجال يبقاو هما فوالا ما يولوش يابسين ويتكسروا. نروح نديروا لاصوص تاعنا طيب. هذيك لاصوص تاعي طيب. فوالا شوفوا لاصوص تاعنا كيفاش تجي رطبه كي نميكسوها، خاطش كي نكبجوها تبقى تحسوا لها الطوماطيش، على بها انا نحب نميكسيها. فوالا هكا تجينا كيما تاع اللي تباع برا وتمشي لنا فوق لاباط سهله. بس لو كاين البيتزا اللي نديروها بالتشكتوكه، هذه لا راح نديرو غير بلاصوص طوماط. فوالا نخلوها طيب. فوالا حتى الثوم شوف ما يبانش كامل الثوم الداخل، فوالا تجينا غير الريحه هذيك تاع الثوم.
انا خلوها تطيب بعملها. هاي لاص الطوماط تاعي بعد ما طابت زين، انا خلوها شويه كما تشوف بها ما يشبهكم عارضه، مي كي تبرد تزيد تشد روحها، انا ليا راها مليحه. فوالا الا شفتوا الطوماطيش تاعكم ماشي حمراء، باش الطوماطيش تاعكم ماشي حمراء تقدروا تزيدوا الطوماط كونسونطري. فوالا زدوا لها غير شويه طوماط كونسونطري، زدوا لها شويه تاع سكر باش تنحي لكم هذيك القروسيه تاع الطوماطيش. هاي لاباط تاعي بعد ما خمرت وضعف الحجم تاعها كما تشوفوا فيها. فوالا هنا نروحوا نقسموها باش نديروها، سواء تحبوا ديروهم دي ميني بيتزا، سواء تحبوا ديروا خبزه كبيره، كل واحد والاختيار تاعو. انا هنا حندير خبزه كبيره. فوالا شوفوا لاباط كيفاش راها طريه. لاباط نقسموها كيما نحبوا، انا حندير خبزه كبيره وندير خبزه صغيره. فوالا شوف كش راه تتلاصق في اليد. فوالا مع الفرينه ما تخافوهاش. فوالا هذه خلوها اكوتي كما تشوفوا. فوالا شوفوا لاباط شحال شابه، نخلوها سور كوتي ونروحوا نديروا الخبزه تاعنا. فوالا باش توا تتلاصق تزيدو لها غير شويه فرينه وعجوها. فوالا نفتحها كامل. هنا راح نستعمل الحلال. اي الخبزة تاعي بعد ما فتحتها انا درتها فوق بابي كويسون، لا راح نديرها في السنيوة تاعي انا باش تجينا العملية سهلة. انا كما تشوفوا هنا وشنو العجينة ديروها رقيقة تصبح تخمر لنا، نخلوها تخمر شوية. انا نغطوها ونروحو نديرو السنيوة الثانية. بعد ما خليت خبزة تاعي يطيبو هنا انا عندي شامبينيون. فوالا شامبينيون فخي راح نقطعو كيف كيف ونوجدو باش نديرو غير تخمر لنا ونروحو نشبحو بيه من فوقه. فوالا هاوليك شامبينيون تاعي، نحولو كامل ديك لابو خاطش هنا فخي ماشي تاع لي بواط، شيتو جديد. فوالا نقطعوها دي بتي مقصو. هنا باش نشبحو فيه فوق البيتزا تاعنا، نكمل وحده اخرى تاعي نقطعها كيف كيف. لاباط تاعي هاديك بعد ما خمرت انا منحبهاش خشينه بزاف. فوالا خلي تصبصدتها رقيقه، واللي يحب خشينه يخليها شويه خشينه. هذيك لاصوص تاعي تاع بعد ما طابت لي، شوفوا شحال شابه لاصوص. فوالا نروح ندير لاصوص باختو، انا نحبها هكذا لاصوص، واللي يحبها مكرفجه يحب لوكو تاع الطوماطيش لداخل يديرها يكرفجها بلا ما يميكسيها. نروح ندير باختو الطوماطيش تاعنا. نديرو الشامبينيون تاعي اللي قطعتهم قبل، هنا واللي ميحب الشامبينيون يقدر يستغنى عنه
اللي عنده الطرشي تاني كيعطيني قطع الطرشي تجي مليحه. فوالا هنا عندي اللحم تاعي انا حندير لا فيونداج حندير بلا فيونداجي. فوالا اللي عنده اللحم طايب يدير ديريكت اللحم اللحم طايب عفوا يخليه مع الاخر ويديرو مع الفرماج، واللي عنده اللحم يكون خضر يديرو ديريكت مع البيتزا باش يطيبو كيف كيف. ورا اللي عنده مركز دجاج كل واحد واش عنده واش يحبو ياكلو افراد العائله تاعو. انا درت اللحم تاعي هنا الفوق تاعي ديجا راني شعلته قبل ما ندير زوج طوماط تاعي انا. واللي يحب يدير لها حبه بيض تاني بيض في الوسط خضره وطيب مع الوسمو تاني كتجي روعه انا. نروحو نطيبوها كيف كيف. هاي البيتزا تاعي بعد ما طابت كما تشوفوا راح نقسموها. شوفوا لاباط تاعها من الداخل تجي روعه روعه. فوالا فوالا شوفوا لاباط الداخل كيفاش جاتنا تجي كيلي بونش. فوالا ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيو هاد لا فيديو هكا يلحقكم غير جديد. السلام.